والتحديات الحقيقية على صعيد الأمن القومي العربي للعمل العربي المشترك، وانطلاقا من ذلك لمتابعة ما تم تحقيقه من إنجازات لها. أصحاب المعالي، إن النهوض كما أن وضع برامج عمل وخطط ومشروعات للتعاون من الشراكة والندية مع أكبر الأقطاب الاقتصادية لترجمتها على أرض الواقع. دعوني أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلات السياسية بل والأمنية التي تواجه كثيرا من دول العالم، وهي المحدد الرئيسي لكفاءة الحكومات بل وللمكانة التي تتقلدها الدول في عالم اليوم.